السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أعزاء المشاهدين. عندما تقوم بتغيير حسابك أبل آي دي من قديم إلى جديد ويجي لك بعض المشاكل لما تحدث التطبيقات، مثلا إذا دخلنا على أب ستور أوكي بعد كذا ملفك الشخصي لاحظ عندنا تحديث 2 تطبيقا، إذا ضغطنا لاحظ إيش يقول لك؟ لا يمكن تحديث لأنه أنت قمت بتثبيته على حسابك أبل القديم بدون ما تحذف البيانات داخل التطبيق. نعم مثل ما سمعتني صح، يعني عندك حساب الجديد ما في داعي تعمل تسجيل دخول بحسابك أبل آي دي القديم. إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سوف نخبركم كامل التفاصيل. Let's go. أولا في البداية ندخل على أب ستور علشان نشوف التطبيقات، بعد كذا ملفك الشخصي. طيب أوكي، عندنا تطبيق 2، نعمل رفرش علشان نشوف إذا في تطبيقات ثانية يحتاج لها تحديث. لا عندنا 2. طيب مثلا عندي هذا التطبيق ديب سليب. في عندك طريقتين، الطريقة الأولى مثلا إذا ما صار معك تخرج تروح على الإعدادات، حلو، وبعد كذا تروح على عام أوكي، وبعد كذا تروح على مساحة تخزين الآيفون، شفتها؟ اضغط عليها أوكي، انتظر شوية لحد ما يتم التحميل كامل، سوي فوق بقي لك خانة البحث، اضغط عليها. الحين اكتب اسم التطبيق، مثلا انا عندي ديب سليب اوكي، نروح هنا نكتب ديب سليب، هذا هو التطبيق. اعمل على ازالة التطبيق باللون الازرق، ما تسوي حذف التطبيق اللي باللون الاحمر. نعمل ازالة التطبيق وبعد كذا بيجينا هذا الشكل، تأكد انه جاك هذا الشكل، بعد كذا تروح على اب ستور، لاحظ اختفى اوكي. الحين ايش بتسوي؟ تروح مكان البحث اكتب اسم التطبيق ديب سليب، مثلا انا قايل لي هنا زين، بتسوي على تنزيل اوكي، لاحظ حساب ابل اي دي الجديد. فعادي جدا انت الحين امكانك تنزل لاي تطبيق يحتاج لها تحديثات. الان نفتح التطبيق نشيك هل حذف البيانات ولا لا. لا هذا موجود حسابي، ما يعمل تسجيل خروج مثل ما شفتوا امامكم، موجود الحساب يعني البيانات موجوده والطريقه مضمونه. هذه الطريقه الاولى اوكي، هذه الطريقه الاولى. اذا ما نفعت معك الطريقه الاولى عندك الطريقه الثانيه. الطريقة الثانية كيف؟ تجي نفس المكان، حلو؟ خليه هنا. الحين انت وش بتسوي؟ بتشيل الاسم مال التطبيق، اوكي؟ سكر كل التطبيقات ما عدا الاعدادات، روح مكان البحث هنا، اكتب اسم التطبيق اللي يظهر لك يحتاج له تحديث، اوكي؟ الحين بتكتبه هنا، اوكي؟ مثلا هذا التطبيق، انزين، لاحظ، انزين، اضغط عليه، بتسوي عليه ازالة التطبيق اللي باللون الازرق. اوكي انتظر شويه بيجي لك اعاده تثبيت التطبيق اوكي، تاكد وبعد كذا تسوي تنزيل اوكي، وتسوي اعاده تنزيل هذه الامور زين، وتنتظر شويه اوكي، وتم تحديث التطبيق بحساب الجديد ابل اي دي بكل بساطه وسهوله من خلال الفيديو مثل ما شاهدتوا. على ما اتمنى كان واضح واستفدتوا على هذا الفيديو، اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.